قوات من جيش حفتر تتجه إلى جنوب غربي ليبيا على الحدود مع تونس والجزائر، ما يحيي مخاوف من عودة الحرب الأهلية إلى ليبيا بعد توقف الأعمال القتالية منذ حوالي 4 سنوات. هذه المنطقة تسيطر عليها بحكم الأمر الواقع حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكن خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي لا يعترف بهذه الحكومة ويدعم في المقابل حكومة موازية في الشرق الليبي. يقود هذه القوات صدام حفتر وهو نجل خليفة حفتر، والهدف حسب بيان أصدرته هذه القوات هو تأمين الحدود الجنوبية للبلاد وتعزيز الأمن القومي واستقرار البلاد في هذه المناطق الاستراتيجية. القوات بررت العملية كذلك بضرورة نشر دوريات لمراقبة الشريط الحدودي مع دول الجوار، وذكرت أن هذه الدوريات تمنع أي اختراقات أمنية وتتصدى لعصابات الجريمة المنظمة والإرهاب. حاولت هذه القوات التأكيد أنها لا تريد المواجهة مع أي طرف، وأوضح ناطق باسمها: تؤكد رئاسة أركان القوات البرية إن هذا الانتقال العسكري لهذه الوحدات للمناطق المكلفة بتأمينها، وهي مدن سبها وغات وأوباري ومرزق والقطرون وبراق والشاطي وإدري، والتي تتواجد فيها أساسا وحدات تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، ما هو إلا لتعزيز الأمن في تلك المناطق وتثبيت ركائز الأمان التي ينعم بها سكان تلك المناطق الآن بفضل الله أولا ثم بفضل جنودنا البواسل. لكن القوات التابعة لحكومة طرابلس رفعت بدورها من مستوى التأهب في جنوب غربي البلاد، وأعطت قيادة جيش طرابلس تعليماتها بالتأهب والاستعداد لصد أي هجوم محتمل بحسب ما ذكرت قناة ليبيا الأحرار. بينما ذكرت مواقع محلية وجود انتشار واسع للآليات العسكرية المصطفى في مصراتة شرق البلاد، ووجهت ميليشيات في المدينة تعليماتها لأعضائها بالجاهزية التامة. المجلس الرئاسي الليبي الجهة الأعلى في طرابلس أصدر تعليمات صارمة موجهة إلى جيش حفتر بعودة جميع القوات إلى تكناتها فورا، مشددا أن أي تحرك أو حشد لأي قوات لا يمكن إلا بإذن مسبق منه، وأن ما يجري يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. البعثة الأممية في ليبيا طالبت الأطراف كافة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب ما وصفتها بأي أعمال استفزازية. البيانات الغربية تكررت في الأيام الأخيرة، وأعربت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن قلقها من هذه التحركات. التوتر جاء كذلك بعد إغلاق حقل الشرار النفطي الموجود في جنوب شرقي ليبيا، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. الإغلاق تسبب به محتجون غاضبون من سكان المناطق المحاذية للحقل، لكن وسائل إعلام ليبيا قالت إن صدام حفتر هو من أصدر أوامره بهذا الإغلاق انتقاما من شركة إسبانية تساهم في إدارة الحقل، وذلك إثر إصدار سلطات إسبانيا مذكرة اعتقال بحقه. لكن تقارير متعددة تشير إلى أن الهدف من تحرك قوات حفتر هو الوصول إلى مدينة غدامس الاستراتيجية التي توجد في متلة استراتيجي بين ليبيا والجزائر وتونس. الكتيبة 17 من حرس الحدود التي تسيطر على هذه المدينة وهي تابعة لوزارة الداخلية في طرابلس أعلنت استعدادها الكامل لأي مواجهات. بينما يقول عماد بادي عضو مركز المجلس الأطلسي للأبحاث لوكالة فرانس بريس إن سيطرة القوات الموالية لحفتر على غدامس سيمثل انهيار وقف إطلاق النار لعام 2020. يحدث ذلك وسط قلق جزائري من توتر على الحدود تدفع الجزائر ضريبته بشكل كبير، ورغم التزام السلطات الجزائرية الصمتة حتى الآن إلا أنها انتقدت سابقا تحركات جيش حفتر على حدودها الشرقية، فيما لم يصدر أي رد فعل عن الجانب التونسي حيال الحشود العسكرية في ليبيا إلى الآن.
تتكون قوات حكومة طرابلس بشكل كبير من الميليشيات المسلحة فضلا عن قوى أمنية وعسكرية تم تشكيلها مؤخرا، بينما تسيطر قوات حفتر على الشرق الليبي ويدعمها مجلس النواب في بنغازي، مستفيدة من انتساب عدد من مسؤوليها إلى مؤسسة الجيش قبل اندلاع الحرب الأهلية. وكل طرف من هذه القوات يؤكد أنه يمثل الجيش الليبي الشرعي. فما الحل لتتجنب ليبيا فصول حرب أهلية جديدة تودي بأرواح المدنيين وتزيد من الفوضى في البلاد؟